بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. سعادة الرئيس السيد عبد المجيد تبون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأولا أبلغ تحايا أخيكم الرئيس النيجيري سيد محمد البخاري الذي أبلغته بأنني سألبي دعوتكم، فأوصاني بأن أقدم شكره وتقديره لكم. وثاني أهمل أبلغ تحايا أحبائكم السادة القادريين للنيجيريا. فقبل شهر تقريبا قسمنا الموكب القادري الذي يحضره ملايين من جميع ولايات نيجيريا بل ومن خارج الدول الأفريقية الغربية. فهذا الموكب بشرتهم بأنني سأكون سألبي دعوتكم هناك، فأوصمي أيضا بتحياهم، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعينكم. ففي الحقيقة نحن في نيجيريا نعتبر أنفسنا جزء منكم، حيث أن الجزائر ونيجيريا نتفق في أمور مهمة. أولا كلنا مالكيون، كلنا صوفيون، وكلنا أشعريون. فالطريقة القادرية منذ سنة 590 هجرية، منذ أن التقى الشيخ أبو مدني الغوص التلمساني التقى بالشيخ الجيلاني، فمنذ ذلك الوقت تطرقت إلى البلاد النيجيرية. فنحن نعتبر أنفسنا جزءا منكم، وفي الحقيقة نحن في نيجيريا نعيش بين مدركتين، المدركة الوهابية والمدركة الشيئية. فنحن نعتبر أنفسنا إباء وأمانة منكم، لأن فكرنا الديني يعني جاءنا من الجزائر، فلذلك نحن نرى أنفسنا أننا أمانة في أعناقكم. يجب علينا أن نتحد وتعاونوننا حتى نجد أنفسنا في أكثر مما كنا عليه الآن. فنحن نشكركم شكرا جزيلا، ونبلغ أمانتكم بأن الشيخ حسن الحساني شيخ القادرية هناك كان معنا دائما، وكان يوصينا بأن ندعو لكم بالتوفيق والبركة. فإن شاء الله نحن سنكون ورهنا إشارتكم إن شاء الله، ونشكركم شكرا جزيلا على موقفكم الخاص تجاه الملتقى للشيخ المغيلي، حيث أننا قبل أن ينتهي المؤتمر أتتنا موافقتكم بإنجاز ما أثمره المؤتمر.